وللقاء المزيد من الاضواء حول برنامج سجلات يسرنا ان يكون معنا عبر الهاتف على الهواء مباشره سعاده السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعه والتجاره. سعاده الوزير بعد التحيه هل لك ان تطلعنا على ابرز التطورات في نظام سجلات المطور؟ بدايه نمسي عليكم بالخير جميعا ويسعدني ان اكون على برنامجكم اليوم للحديث عن تدشين النسخه المحدثه من نظام سجلات التجارية سجلات 3.0. ولا يخفى عليكم أن بفضل الرؤية الشاملة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهات سموه الكريمة، يأتي هذا المشروع استكمالا لحزمة المبادرات التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في طرح أحدث الخدمات المبتكرة والمطورة. وزارة الصناعة والتجارة بدأت في عملية الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية الخاصة بالسجل التجاري منذ سنة 2006 تقريبا من 18 سنة إلى أن تم في 2016 تدشين النسخة الأولى من نظام سجلات، وتبعتها النسخة الثانية في 2018 إلى أن أطلقنا النسخة الثالثة من سجلات 3.0 اليوم الصبح. نعم. فقد تم تحديث واجهة النظام لتكون سهلة الاستخدام على مختلف الأجهزة مثل الآيباد والهاتف، وقد شملت أهداف المشروع على بعض النقاط التالية: أولاً استحداث لوحة قيادة لمقدم الطلب لتسهيل متابعة المعاملات والسجلات التجارية، ثانياً استحداث حزمة من الأدوات لمساعدة المستثمر مثل أداة احتساب التكلفة والفترة الزمنية ومقارنة بين الأنشطة، وثالثاً خدمة إلكترونية بطباعة شهادات ومستخرج سجل تجاري. وقد تم تطوير آلية طباعة شهادات والمستخرجات والإفادات الصادرة من مركز البحرين المستثمرين عن طريق التقديم عليها بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المركز، حيث سيتم تلقي الطلب وطباعته وإعداده ومن ثم إرساله عن طريق خدمة البريد. نعم. ورابعا خدمة العملاء الافتراضية، حيث يمكن للمستثمر الحصول على إجابة لاستفساراته فيما يتعلق بالسجل التجاري عن طريق حجز موعد للقاء افتراضي ويتم التواصل معه بشكل مرئي، بالإضافة إلى خدمات أخرى. وطبعا المشاهد يقدر يدخل على الموقع الإلكتروني سجلات .ph ومن خلاله يشوف كل المميزات والخدمات. نعم. في سياق ما ذكرته سعادة الوزير، يبدو أن هناك جهود مشتركة من مختلف الجهات لتطوير النسخة المحدثة من نظام سجلات، هل لك باختصار أن تطلعنا عن كيفية انعكاس إيجابيات هذه النسخة الجديدة أو المطورة من النظام على المستفيدين؟ أكيد. يأتي هذا التدشين تماشيا مع خطة التعافي الاقتصادي ضمن المساعي الحكومية لتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، حيث يصب مشروع سجلات 3.0 كذلك في تنمية التنافسية وتحسين البيئة الاقتصادية، وأن تكون مملكة البحرين وجهة رئيسية لاستقطاب رؤوس الأموال في مختلف الأعمال والقطاعات من خلال سهولة تأسيس الأعمال ومزاولتها وإدارتها. ونسعى من خلال نظام سجلات الجديد لارتقاء بجودة الخدمات اللي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة، وتوظيف أحسن التقنيات اللي تمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل سهولة. وحبيت أنتهز هذه الفرصة بالتقدم جزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث المهم والذي يسر روح العمل الواحد لفريق البحرين.
نعم. إذا سعادة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.